أصيب فلسطينيون خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة طلقت وسط مدينة الخليل إحياء للذكرى 28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي وللمطالبة بإخلاء المستوطنين من قلب الخليل. جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. كما أصيب مصور في تلفزيون فلسطين بجروح وصفت بالمتوسطة. وشارك في المسيرة عدد كبير من النشطاء وقادة العمل الوطني وممثلو الفصائل الفلسطينية ولجان العمل الشعبي. في ظل أزمة الكهرباء التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ سنوات، لجأ محمد عوض الله إلى إعادة تدوير الخردة واستخدامها في صناعة المدافئ للتغلب على البرد وانقطاع الكهرباء المتكرر في القطاع. لم تترك أزمة الكهرباء المتعاظمة شتاء وقلة الغاز المستخدم في المدافئ الحديثة خيارا للغزيين سوى اللجوء لوسائل التدفئة البدائية، أملا في التغلب على برد يقول البعض إنه لم يمر على البلاد مثله من قبل. هذا الرجل استغل صفائح الخردة صانعا منها مدافئ توقد نارها من الحطب أو الورق. ثمينة كشكل وثمينة كجوهر، إنه الناس تستخدمها كتدفئة طهي، يعني في الشتاء بتوفر حالك غاز ودفاية، انشغلتها بس لحالها بتطبخ وتتدفى. اللي أخذوها وتعاملوا فيها لا حلت مشكلة عندهم، حلت مشكلة. نحن الحين في أزمة غاز الآن، هاي أنت بتحكي معه الكهرب قاطع، يعني اللي بده يعمل اللي بده يولع شيء مش قادر، اللي ما عندوش غاز الله يكون في عونه. وضع غزة بشكل عام نصهم بقوا يعني كل غزة بحاجة لكل حاجة. هذا الابتكار صار مصدر رزق أساسي لمحمد الذي لاقت مدافئه قبولا وإقبالا كبيرين بسبب أزمة الغاز الموجودة وأزمة الكهرباء. اللي يعني الكهرباء عندنا بتتعداش 6 و7 ساعات في اليوم تيجي الكهرباء. لجأت لهذا الدخون إلى بيتي للدفى، نطبخ عليه، يعني الطهي أغلب الجمعة بنشتغل فيه، في الأيام العادية بنشتغل فيه. فيعني حل أزمة كبيرة عندي، فيش دفاية شغالة، فيش كهرباء، بنشغل الدخون بكيلو فحم بشوية خشب بنشتغل وبنتدفى فيه. وفي الوقت الذي تلبي فيه هذه المدافئ حاجة المواطنين تعتبر أيضا إنجازا يتمثل بكيفية إعادة تدوير الخردة. غازي العلول، رؤيا، قطاع غزة. منذ عام 1934 يعتبر مطعم عجعج وجهة للقادمين من مختلف المناطق إلى البلدة القديمة في مدينة نابلس. حكاية هذا المطعم يرويها صاحبه أبو سامر. حياة والدي أسس المحل من سنة 1935، وأنا طلعت من المدرسة وعمري 12 سنة داومت مع حياة والدي في المطعم، وظليتني عايش معه لحتى أنه توفى حياة والدي، وأنا ظليتني على المنهج زمان حياة والدي وأعمل إشي وأتحسن الوضع. في تراث المحل القديم عشانه كزمن زمان الاختيارية الكبار بضل اسمه تراث، والحمد لله احنا مشهورين الحمد لله. بيجونا والله من المخيمات والمطاعم من القرى، بيجيبونا من الداخل، وانا بيجونا من عمان والله بيجوا بيسالوا علينا بماذا، والحمد لله من القدس من رام الله بيجوا بيسالوا عشان بيشوفوا على الفيسبوك اسمي وصور عليهم. بنعمل كسب لبن بالتنجان بلبن، خيار بلبن مع بندوره مع طحينه مع تتبيلة تاتو، الحمص نعمله دق على الإيد ونعطيه حقه في التتبيلة، ونعمل فول كمان. وبعدين الحاجة نظيفة هي بتجيب الزبون، بنجيب الزبون من أي منين مكان بدوره على الشغلة نظيفة. وبنعمل كمان عجة مع بصل بقدونس وبهارات وشغلات يعني من تبلها.
جيل اليوم ما بيعرف الأكلات القديمة ولا جعرف هذا، بيعرف شنو الهمبرغر والشنيزر والسندويشات ولا هذه اللي على الماشي. فاحنا الاختياريه الزمان ما بيعبي راسنا الا الاكل الطبيخ والاكل والشرب والنواشف اللي يعني اللي هي بعمل بعجه خلطه تمريه، بحب كنافه يتحلى، هذه شغلات يعني من تراث قديمه يعني الاختياريه ياكل. هذه حياه نابلس القديمه يعني بفضل الله. وزاوياتنا الأخيرة في هذه النشرة، هذه المشاهد واللقطات وبدون تعليق. Thank you.